مرحبا، أنا اسمي لين التل. رح أدخل سنة أولى جامعة هاي السنة إن شاء الله. رح أدرس محاماة ورح أدرس بالجامعة الأردنية. أنا من زمان وأنا بالمدرسة كنت أحب أعمل التطوع، عم بتطوع بمؤسسة نهر الأردن ومع الأطفال وعمل صيانة، واشتركت كمتطوعة بمركز شركاء الأردن. كان عندنا فيلد ورك وأوفيس ورك، اشتغلت برا مع قرى واشتغلت بالمكتب. أنا بحب العمل التطوعي، بحس جزء مني، بحس أني أنا لازم أشتغل مش بس لإلي، أنه أشتغل أعمل إشي لغيري كمان. هو طبعاً مجتمعي، وأكيد كل واحد بحب يطور مجتمعه، أكيد كل واحد بحب يفرح طفل قدامه، يساعد حد غيره، يبني فكرة، يخلي الواحد فكرياً يتطور. هذا الإشي كتير حلو. وأنا كمان فكرة بشغلي أنه يكون عملي أنه أساعد غيري كمان، مش بس أساعد نفسي فاينانشلي. وطبعاً هيني قاعدة عم بشتغل على حالي بهذا الإشي. دليل على هذا أني دخلت UNV Camp. UNV Camp هو experience كتير حلوة، تعرفت فيه على أصدقاء بفكروا مثلي، ناس واعيين عارفين إيش في عم بيصير حواليهم، ناس بحبوا يطوروا ويساعدوا غيرهم. وطبعاً تعلمت منهم كتير وعلمت شغلات منهم، علمتهم شغلات كمان. وكان في تبادل بقصصنا بكل إشي صار معنا بحياتنا. يعني أنا حبيت هاي الخبرة عشان علمتني to think out of the box، علمتني أفكر بالحياة بطريقة مختلفة، علمتني كيف إنه طرق مختلفة فيها أساعد الآخرين. وبرضو أعطتني أصدقاء جداد أنا تعرفت عليهم وكتير مبسوطة إني تعرفت عليهم. توقعاتي يعني هلأ أول معسكر سو فار بجنن، أحلى معسكر رحت فيه. رحت على معسكرات تطوعية، لكن هذا المعسكر أكتر معسكر أثر فيه وفكر وغير تفكيري بالمجتمع وحسني أخلاقيا وشغلات، وأنا كتير حبيت هذا المعسكر.